أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى عند مليك مقتدر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، يقول هل نثبت صفة العندية لله؟ نعم، ما في شك إن الذين عند ربك الملائكة المقربون عند الله جل وعلا عندية مكان، عندية مكان، وليست عندية قدر كما يقوله المؤولة، عندية مكان. فيكون عند الله جل وعلا قريبا منه الملائكة ومن يريد إكرامه من عباده المؤمنين عندية مكان. نعم.